خلونا مع حضراتكم كده نروح لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري اللي خلصت بفوز الأهلي بهدفين. بكده خلاص يعني انت تقدر تقول ان دوري لو درع الدوري على كوبري اكتوبر، كوبري 6 اكتوبر في الطريق للنادي. وفاز الأهلي على الاتحاد، كسب 3 نقاط غالية مهمة، خلص ماتش من الماتشات الصعبة الحقيقة في أقل من ربع ساعة. مستر كولر قدر يحسم النتيجة بدري وسجل هدفين، علي معلول وكهربا. بعدها لعب الاهلي الحقيقه كره جميله جدا، يمكن اغلب فترات الماتش. الاهلي دلوقتي على بعد فوز او تقدر برضو تقول تعادلين علشان يتم تنصيبه بطلا للدوري الممتاز. هل ممكن يتوج الاهلي بطل للدوري في مباراه القمه اللي جايه امام الزمالك؟ ممكن جدا، ليه لا، وارد جدا. والماتش ده يمكن هيكون ماتش صعب جدا للأهلي. الأهلي اشتغل على جملة واحدة، انه يضرب عمق دفاع الاتحاد بسرعات كهربا وبيرسي تاو، قدر ينجح في ده. وواضح جدا يعني شغل مستر كولر الحقيقة وقراءته لنقاط ضعف المنافسين والاتحاد كمان. لو اللي تابع الماتش من شوية، يمكن الاتحاد عنده مشكلة في العمق، متأثر جدا بغياب محمود علاء. الأهلي كمان استغل الماتش وادى لعيبة زي قندوسي، طاهر محمد طاهر، أفشة وخالد عبد الرازق لما طلع علي في النهاية. فكل الشكر طبعا للنادي الأهلي، ألف مبروك ليه ولجماهيره. مكسب الحقيقة ماتش النهاردة وهارد لك للاتحاد زعيم الثغر.